الحرب وعرب انفتاح في مرحلة السلام ورمانة ميزان الحوار السياسي بعد ثورة 25 يناير. ثلاث محطات بالغة الأهمية مرت بها المسيرة السياسية الحافلة للدكتور عبد العزيز حجازي رئيس وزراء مصر الأسبق، والذي توفي اليوم إثر أزمة صحية عن عمر يناهز 91 عاما، أحد أبرز الوجوه السياسية والتنفيذية التي عاصرت الواقع المصري منذ حكم الرئيس جمال عبد الناصر وصولا إلى محطة الرئيس عبد الفتاح السيسي. تقلد فيلسوف الاقتصاد الدكتور عبد العزيز حجازي المولود سنة 1923 بكفر عوض الله حجازي بمحافظة الشرقية العديد من المناصب الوزارية، أبرزها وزير المالية أكثر من مرة وإدارة خزانة الدولة في عام حرب أكتوبر، والتي أدار فيها موازنة الحرب دون إخلال بقدرات التسليح أو تعريض البلاد للإفلاس. كما تولى منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في أكثر من حكومة. قاد الدكتور عبد العزيز حجازي خطة الانفتاح الاقتصادي التي طرحها الرئيس السادات بعد حرب أكتوبر من موقعه كرئيسا للحكومة، وكانت جولاته الخارجية سببا في إنشاء منظمة الخليج لتنمية مصر، والتي لعبت دورا في دعم القاهرة بعد تأزم الأحوال الاقتصادية بعد الحرب. عمل حجازي بالتدريس بجامعتي القاهرة والزقازيق، وتقلد مناصب إدارية عديدة في عهد المؤسسات والشركات، وقدم للمكتبة الاقتصادية عددا كبيرا من المؤلفات المتخصصة. وعلى مدار مسيرته حصل رئيس وزراء مصر الأسبق على عدد من الأوسمة، أبرزها وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى، ووشاح النيل، ووشاح الملك عبد العزيز من المملكة العربية السعودية، وجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية عام 1982.